صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح قياس ما كان يفعله بعض الصحابيات؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يصح قياس ما كان يفعله بعض الصحابيات من جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيب المصابين وسقيهم الماء على جواز عمل المرأة مع الرجال في المستشفيات وحصول الاختلاط؟ لا، ما يدل على هذا. حالة خروجهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم محجبات ومنعزلات عن الرجال ويداوين الجرحى ويسقين الماء مع عدم الاختلاط وعدم السهور، هذا لا يقاس بما في المستشفيات من سهور واختلاط وخلوة غير ذلك. نعم.